هذه القناة التي تمثل صوت الحرية وصوت اليمن واسم على مسمى، تحمل هم اليمنيين في كل مكان، ومثلت أقول نقلة نوعية في العمل التلفزيوني. أضافت قناة بلقيس دور ممتاز إلى جانب وسائل الإعلام في نقل صورة الحدث من هنا من محافظة مأرب. نشكر جهود الإعلاميين العاملين في قناة بلقيس، كان لها إسهام كبير في نقل الصورة الحقيقية عن تعز، وكان لها حضور فاعل في كل الأحداث التي حدثت في تعز، خاصة منذ اندلاع شرارة المقاومة الشعبية وحتى اليوم وقبلها. فنحن نشكر هذه الفضائية وهذه القناة بالمناسبة الرابعة للذكرى انطلاقتها وتأسيسها ونشأتها، ونبارك لهم عامهم الرابع. هذه القناة التي يعني صحيح أنها قصيرة العمر لكنها كانت ثرية ببرامجها. نحن شاهدنا الكثير من البرامج الجميلة والتغطيات الرائعة. ما يلفت انتباهنا في قناة بلقيس أنها بدأت بقوة وهي مستمرة على هذا الأساس، ونتمنى أن تغطي إلى المستويات المحلية، يعني أن نخرج من الإطار في المركز ونخرج إلى الأطراف ونغطي كافة القضايا النابعة من المجتمع. لا يمر يوم على ما أظن إلا ونتابع قناة بلقيس، خاصة في برامجها الحوارية المباشرة وفي ذكرها الرابعة وفي ذكرى انطلاقها الرابعة. أحيي قناة بلقيس وأحيي كادرها الإداري وكادرها الفني أيضا، إضافة إلى مراسليها في كل المحافظات الذين يبذلون جهدا عظيما ورائعا. استطاعت قناة بلقيس أن تكون فعلا قناة متميزة وأن تكون القناة رقم واحد على مستوى القنوات المحلية. في هذه الذكرى الجميلة لقناة بلقيس نزف لهم أجمل التهاني والتبريكات على هذه الأمانة التي حملوها على عاتقهم. نتمنى لهم من الله التوفيق في هذه الذكرى ومزيدا إن شاء الله تعالى من التقدم والازدهار وخدمة هذا الوطن والمواطنين بشكل عام. قناة بلقيس قناة تبنت كل القضايا اليمنية، ومعظم هذه القضايا تناقش ويكون لها صدى، خصوصا عندما يتم مناقشتها في استديوهات قناة بلقيس. أنا بصراحة فرضت نفسها على واقع العمل الإعلامي بتناول هالقضايا المجتمعية بمهنية ودقة. أعتقد أنها فاقت كثير من وسائل الإعلام العريقة رغم حداثة سنها، والأصح حداثة نشأتها. لم تمس الثوابت الوطنية بتناولها، لم تمس الثوابت الوطنية ولا تفوت في عضد النسيج المجتمعي. تتعامل مع العقل المشاهد بذكاء، حيث أن المشاهد العربي أو المشاهد اليمني على وجه الخصوص بات يقرأ الأحداث أو قارئ جيد للأحداث، وهذا محسوب للقناة. فمبروك عليها مرور 4 سنوات من العطاء والتميز. شاركت في كثير من الوقفات الاحتجاجية مع أمهات المعتقلين والمقتولين، وكان هناك دور كبير لها أنها أشهرت صوت كان مكتوم ومعتم عليه.